صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 23 لسنة 2024 بتعيينات في مركز الاتصال الوطني، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين في مركز الاتصال الوطني كل من السيدة إسلام أحمد قريب الله عبد الجبار مديرا عاما لمكتب الاتصال الدولي، السيدة سهاير إبراهيم عيسى الهاشمي نائبا للرئيس التنفيذي لخدمات الاتصال المشتركة، الدكتور محمد علي حميد الشعبان نائبا للرئيس التنفيذي لعمليات الاتصال.